السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. اليوم عندنا ترجمة الصفة الشرطية. شلون نترجم الصفة الشرطية؟ Unless you wear boots, you will get bitten by snakes. الترجمة اللي راح الناس تترجمها: إذا لم ترتدي حذاء سوف تعض وسوف تكون معضوب بواسطة الثعبان. هذه هي الترجمة الحرفية، ولكن هذه الترجمة ليست حقيقية وليست صحيحة أصلا، بل ترجمة خاطئة تماما، لأن أصلا العربي حتى ماكو بي بواسطة. طيب كيف راح نترجم هذه الجملة؟ راح نقول: ستلدغك الثعابين، الفاعل ثعابين، إذا لم ترتدي حذاء، اللي هو حذاء طويل. طبعا نقدر نقول حذاء طويل يعني، أو في بعض الدول العربية سميه حذاء برقب، اللي هو الحذاء الطويل يعني. كناس بعض الدول العربية، لأن يعني بعض الدول لها استخدامات مختلفة. طيب لماذا بدأنا ستلدغك الثعابين؟ لأن الجمل الشرطية استبدال الجمل تقديمهم وتأخيرهم مو مشكلة، أهم شيء يريد المينينج. ستلدغك الثعابين إن لم ترتدي حذاء طويل. هذا هو المينينج الحقيقي، الترجمة الحقيقية. If he runs all the way, he will get there in time. إذا ركض كل الطريق، هو سوف يحصل هناك في الوقت. ها هي الترجمة الحرفية، ولكن الترجمة الحقيقية هنا لها: سيصل هناك في الميعاد إذا جرى طول الطريق. شوف الآن المعنى وضح للمتكلم العربي، للمستمع العربي لما فهم. نعم وضح، هذا هو المعنى. تقول لي إفير إذا هو ركض، لا، هنا جملة هاي ضعيفة ركيكة جدا، وما راح تساعدك بالترجمة أبدا، ما راح تساعدك بالترجمة أبدا. يقول: if I dropped this bomb, it would explode. يقول: the gas would move inside if it rained. هناك جملتين تشير إلى وقت الحديث والكتابة، رغم أن صياغتهما في الماضي، ولكنهما يختلفان عن الجملتين السابقتين في أنهما تشيران إلى احتمالاتهم السبعة، بمعنى أن إسقاط القنبلة في الجملة الأولى وسقوط المطر في الجملة الثانية أمران مستبعدان حدوثهما. طيب إذن يقول طبعا احنا نعرف بأن الإف هي تستخدم للإلمر بالماضي، احنا نعرف بأن الود الإف نستخدمها بالحالة الفير. عندنا زيرو وفيرست وعندنا سكند، هذه هي حالة السكند واللي تستخدم دائما مع الجمل الغير حقيقية أو الجمل اللي هي بها افتراضية. إذا أنت دست على هذه البم راح تنفجر. طيب هاي إذا يعني أنت ما راح تسوي، راح يكون الضيوف بالداخل إذا مطرت. الآن ها أنا وضحت المعنى، إذن هنا فيها عدم احتمالية حدوث شيء معين. هذه الجملتين أريدهن واجب تكتبوا ليهن أنتوا بالتعليقات، تكتبوا ليهن خليني أشوف معناها. طيب يقول if our transmitter had been working we could have sent an SOC. لو كان جهازا أرسلنا يعمل لاستطعنا أن نبعث استغاثة. طبعا كلمة SOS معناها استغاثة. طيب if our transmitter يعني جهاز، if إذا الترانزميتر مالتنا شغال احنا راح نبعث استغاثة، ولكن ترجمتها الحقيقية لو كان، إذا الإف تجي بمعنى لو، إذا مثل ما شفنا احنا
بالأمثلة أعلى. لو كان جهاز إرسالنا يعمل لاستطعنا أن نبعثه استغالة. COS يعني استغالة. هاي مختصرة. طيب يقول had Muna obeyed orders none of this would have happened. طبعا هاكو إف. أو منا هاد. طيب. لو أن لو أن على دقيق. لو ان هنا منى يعني عفوا هذاك خطا مطبعي. لو ان منى اللي هي هاي منى انصاعت للاوامر لما حدث شيء من هذا. لما حدث شيء من هذا. شوف if منى had obeyed or had obeyed orders none يعني obeyed اطاعت الاوامر بس ما كانت بين اطاعت انصاعت للاوامر يعني خلينا نقول يعني اطاعت الامر بمعنى يعني هاي كحرفيه none of this would have happened لما حدث شيء من هذا none of this happened لو ان منى انصاعت للاوامر لما حدث شيء من هذا لما حدث شيء من هذا. نعد ترجمه صيغه المقارنه he spoke well like he always does لقد أجاد الحديث كما هو شأنه دائما. دائما احنا شو نسمع بالمسلسلات ما شأنك؟ شأنك يعني أمرك. يقول he spoke well يعني لقد أجاد الحديث. الآن كلمة spoke well ترجمناها إلى أجاد الحديث. هو تكلم جيدا؟ تحسها ضعيفة يا أخي ماكو meaning حلو مرتب. he spoke well لقد أجاد الحديث. Like he always does. كما هو شأنه دائما. كما هو وهذا الشيء الذي معتاد عليه. شوف. This work is not as easy as you think. هذا العمل ليس بالسهولة التي تتصورها. أعتقد هاي سهلة عليكم. هذا العمل ليس بالسهولة التي تتصورها. الآن إن كل شيء متروك على وضعه وقت ارتكاب الجريمة. هاي الجملة بالعربي أريد أسمعها بالإنجليزي ترجمة. يلا ها أريدكم. ترجمونه يلا وقف الفيديو وترجم ها شنو ترجمتها everything is left on his situations in the time of making or committing the crime هاي ترجمتها مو صحيح ايش ترجمتها مو صحيح اسمع هاي everything is left just as it when As it was, just as it was, when the murder was committed. شوف الترجمة شلون ترجمناها؟ ترجمة جميلة جدا والمعنى للأجنبي من راح يسمعها راح يفهمها. ما جي يعني وضحنا الميننج كلمة murder اللي هي الجريمة. Murder هي معناها يعني القتل المتعمد. جريمة خصوصا تجي بمعنى الجريمة. فهذا كل ما موجود إن شاء الله بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم نشوفكم بفيديو آخر تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته